يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، اسكندرية 32-24، مطروح 31-23، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 38-23، السويس العظمى ستكون 37 والصغرى 23، العريش 33-24، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-29، الأقصر العظمى 40 والصغرى 26، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-22، شلاتين 39-26، وأخيرا حلايب 34-25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.